تحتفل إيمان أخت الفنان محمد رمضان بحفل زفاف على المهندس حسام حامد في عيد الفطر المقبل، واحتفلت بالخطوبة خلال اليومين اللي فاتوا في سرية تامة في حفل بسيط كان يجمع بين الأسرتين فقط. وقالت إيمان إنها خافت من الإعلان عن الخطوبة بسبب الحسد. ومن المعروف إن إيمان رمضان تعمل في مجال التجارة وبالتحديد في منتجات العسل، وبسبب الخطوبة اضطر الفنان محمد رمضان الحصول على أجازة يوم واحد من تصوير مسلسله الرمضاني البرنس اللي هيتم عرضه خلال موسم درامة رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وهيقدم فيه محمد رمضان شخصية رضوان البرنس الذي يدخل في صراعات مع أخواته الستة وهم أحمد زاهر ومحمد علاء وأحمد داش وإدوارد وريم سامي ورحاب الجمل. ويعتبر مسلسل البرنس التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التلفزيونية بعد التعاون في مسلسل الأسطورة عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا، والتعاون في السينما خلال فيلم جواب اعتقال الذي تم عرضه عام 2017، وكمان قدم معه كليب رايحين نسهر الذي تم تقديمه في شهر يناير.